إذا قال كافر سأدخل في الإسلام لكنني أجد نفسي كارها للدخول فيه، وهذا قد يحدث لما يرشد بعض السائقين أو بعض الشغالات إلى هذا، فقل له أسلم ولو كنت كارها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند لما أتاه رجل من ليث قال سأسلم لكني أجد أني كاره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أسلم ولو كنت كارها.